القراءة تعارض جاذبية نيوتن. ولم أنسى الحب، لم أنسى الحب وتأثير روائح الأهل بهرموناتنا وصوت أم كلثوم حين نكبر. حدثتهم كيف تغير الوطن وأن العالم الجديد سيجد حلا في عز أذن اليسرى وسيستبدلونها بأخرى آلية خارقة عن قريب، وأن الميتافيرس سيبيع لي نسخة رقمية عن جدة المتوفية. سليم عبيدة، مرحبا بك على موزايك. اليوم أنت المؤلف الموسيقي وعازف الجيتار باس، تحضر اليوم في الحمامات بمشروع أسيمتري، سمعنا غنيت زادة من لابوم كلولينية فريكونس باس. اليوم خلنا نرجع لأسيمتري، الألبوم يحكي على التكنولوجيا، يحكي على الفنان. أنت تنتقد اليوم تقييم الفنان من عدد مشاهداته وما نقيموش الفنان من قيمة فنه. عسلام ومرحبا بكم، مرحبا بإذاعة موزايك ومرحبا بجميع المشاهدين موزايك اف ام. صحيح، هو المشروع والألبوم هذا يطرح في برشا تساؤلات، من خلال أهمهم هي العلاقة نتاع الفن والفنان اليوم بالمواقع التواصل الاجتماعي وبالهذوما لي ريزو سوسيو وتو سا. وصحيح زاد فما كمام نوع من اللوم، معناها اللوم، فما نوع من اللوم في الألبوم، على خاطر نتصور لليوم ما الأهم حاجة ما هيش القيمة الفنية متاع القطعة الموسيقية ولا متاع حتى الأوفر أرتيستيك، بقدر ما شنو تجيب هذيا، اش عندها ديفيو، اش عندها، معناها ولينا نقيموا في برشا بالعدد مش بالقيمة الفنية، فهمتني؟ وهذه موجودة مشكل في تونس، موجودة في العالم أجمع. معناها اليوم الموسيقى والفن ولات نوع من التجاره، معناها سي كوميرس، سي توت ان بيزنس اون فيت. دونك الالبوم هذايا ينتقد في الظاهره هذايا، معناها ينتقد في الظاهره هذايا وينتقد زاد في برشا ظاهرات اخرين، اللي هي الاعلام، اللي هي تسييس الاعلام، كيفاش نسيسوا الاعلام، كيفاش الاعلام ماهوش فريمون نوتر كيما التيتر نتاع ميديا غاس، ستادير او فون دو ميديا، في قلب الاعلام معناها، وكيفاش كون الاعلام عنده كيما سلاح ذو حدين، معناها ينجم يكون اعلام يطرح قضايا، خاطر اعلامي زاد يطرح قضايا ويطرح برشا حاجات، مش اعلامي مش كان يوصل معلومه، ينجم زاد يطرح قضايا ويطرح حاجات. دونك فوالا، دونك في يحكي على برشا حاجات الالبوم، من ضمنهم الاعلام، من ضمنهم مواقع التواصل الاجتماعي، علاقه الفن، علاقه زاد اهم حاجه زاد فما قطعه اسمها ديجيتال دامي فاكتوري، ستادير ديجيتال دامي فاكتوري، ستادير كيما لوزين دي كريتان ديجيتال، اللي هو فريمون اللي هو يحكي تو سامبلومون لو فيت دو لا كونسوماسيون دي جون اي دي زونفون دو لا دو انترنت ريالمون، اي دو كيفيه كونو لازم تكون فما مراقبه شويه، فهمتني؟ خاطر التواصل الاجتماعي وهذوما العلاقات هذوما حاجه فيها ايجابيات وفيها برشا سلبيات. دونك المشروع هذا يحكي على برشا حاجات، كيف منهم الحاجات هذوما نقول. اليوم قداش فما من سليم عبيده في الالبوم هذايا؟ كي نقول لك انت عملت فاذر تكريم لوالدك، قداش منك اليوم في الالبوم هذا؟ هو انا موجود في الالبوم الكل، معناها انا هذوما تساؤلات، هذوما مواضيع نطرح فيهم، معناها اشكاليات نطرحها، معناها فهمتني؟ واشكاليات نعيش فيها. دونك انا في المشروع نتاع اسيمتري، المشروع هذايا جاتني الفكره باش راني نخدم عليه قبل الكوفيد بشويه، وزدت خدمت عليه واكثر في البريود تاع الكوفيد. دونك هذاك فات في البريود نتاع الكوفيد، نعرفش كان تكون عندك نفس الاحساس معايا ولا، مي كان فما ان بومباردمون ميدياتيك ايمونس اون فيت، ما نعرفش كي نتذكروا العباد كيفاش كنا نعيشوهم كرامين، وكيفاش الاعلام، وكيفاش فما ايتا ديورجونس كبيره، وفما ديزيكليبر كبير، وفما دونك خلقت نوع من عدم التوازن، عدم التناسق، ما عادش فما حتى شيء متناسق اون فيت. وماذاك علاش اسمه اسيمتري؟ هذاك علاش اسمه ايقاعات غير متناسقه؟ هي ايقاعات الحياه اللي ولات مش متناسقه. دونك سا كري اون سورت دو انكويرونس في الحياه نتاعنا. دونك هو خاطر غادي هو الالبوم. اليوم شفناك فما طلعت الشباب معاك شخصين، قداش اليوم محتاج الشاب انه يكون فما فنان سابقه في الخبره وفي سنوات العمل انه يعطيه فرصه ويطلعوا شخصين؟
والله مهمة ياسر الحكاية. فأنا توكا العباد اللي طلعوا معايا في الجيست صحابي، نلعبوا مع بعضنا ديجا موزيكا. نضال جوا عندنا مشروع مع بعضنا اسمه جاز أويل، سي أن جروب كي تخي كونو، نتصور معروف برشا في تونس، ونحضروا في ألبوم جديد باش يخرج إن شاء الله العام الجاي، وإن شاء الله نكونوا موجودين في المهرجانات العام الجاي. معايا اسكندر بن عبيد اللي هو سان جور دو كلارينيت اكستراوردينير، انا عازف ممتاز برشا. ومعايا امين الرياحي اللي هي مغنيه وفنانه انا نحبها ياسر وتعجبني ياسر، عندها روح مزيانه ياسر، وعندها تابع سبيسيال في الموسيقى نتاعها، انا تشرشي في الموسيقى نتاعها، ونخدموا مع بعضنا زاد. دونك اي سي فري سي لا بلو جون، ويمكن انا ما لقيتش الفرصه، اون با يو لو ce coup de pouce peut-être par ceux qui nous ont précédés de ma génération, mais moi je pense que c'est normal en fait de partager la musique avec des gens qui arrivent, qui vont commencer une carrière, c'est normal en fait. هذيك حاجه بديهيه. معناها قلت انت انه جاز اويل عندك معاه مشروع، شنو نجمو نعرفوا الاسم، المواضيع اللي باش تطرق لها؟ دونك عندي بون نجم نقول اسم الالبوم، اسم الالبوم الجديد اسمه وصل. الالبوم باش يكون فيه 10 اغاني، 5 اغاني صامته و5 اغاني مع دي زانفيتي انترناسيونال. نجمو نعرفوا اكثر؟ باش يكون موجود شيخ تيديان سيك، je suis موجود d'un grand chanteur d'oreille algérien qui perce énormément, c'est Soufiane Saadi. Je suis معنا une belle brochette de grands artistes. Thank you.
معناش برشا هكا دي فيستيفال كل لازم نلقاو ديفيرسيتي في الموسيقى وستولي جاز وجاز فيزيون واش حاجه اللي ناقصه السين التونسيه نتاعنا حاجه هكاك مزيانه دونك يعطيهم الصحه اللي جاو ومالوزمون ديما الارتيست هذوما بداو عايشين برا ما عرفش علاش اما يعطيهم الصحة وطير على الاخر الكونسيبت. J'ai trouvé ça très intéressant, justement, de découvrir deux groupes que je connaissais pas du tout. Donc, après, j'ai une préférence pour la deuxième partie, voilà, le deuxième groupe. J'ai apprécié le mélange d'instruments, le saxophone, la derbouka, le oud. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça vraiment super. Et puis, l'introduction de la chanteuse qui a apporté une touche de féminité. Dans le groupe, non, vraiment super. مرحبا بك أمينة على موزايك فهم. اليوم سمعنا التوليفة متاع المات موسيقية، سمعنا العود، سمعنا ساكسفون، باتري. كيفاش لقيت اليوم السر والسحر باش تعمل التوليفة هذية؟ هو المشروع هذية اللي 3 سنين من اللي بدأ. وتعرف كنا نحن ديو أنا وحمزة، هذا كيفاش عرفتنا الناس. لكن حمزة اختار طريقة أخرى يعني نوقف الموسيقى بصفة عامة، وأنا كنت عندي رغبة أن مشاريع أخرى هكا في مخي معناتها قاعده تدور، لكن بحكم انه ديما ديو مع بعضنا على نمط ما صارتش، فهذه كانت الفرصه انه نقرب اكثر من انماط اخرى اللي كانت تستهويني كيما روك كيما اكثر جاز زادا، وزادا جو ديفلوب الانسترومون هذايا اللي هو العود الالكتريك بور جوي دي مورسو اخرين. اليوم انت قريت علم النفس، كيفاش اثرت الدراسه نتاعك على الفن نتاعك؟ واليوم المشروع نتاعك اسمه نو ماد سبيريتس. هو زي ان جو دو مو ما بين نوماد يعني رحل ونوماد ما همش مهبله معناتها بصفه عامه. صحيح انا قريت طب نفس ومازلت نشتغل يعني كطبيب. بالنسبه لي فما حاجات تصير في الموسيقى كيما مع في خدمتي يعني كطبيب تفوت الكلام. فما حاجات تصير في العلاقه ما بين الناس اللي هي تفوت الكلام وتفوت الشيء اللي الناس تنجم تعبر عليه، وهذا تحسها انك كونكتي تي ايموشن مع الاخر تنجم تفهمها. والموسيقى بالنسبه لي مش مختلفه، الموسيقى ما بين الناس سور سان لي سونتيمون كو لي جون بارتاج هذاك هو اللي يظهر للناس. اليوم شفنا مع كاسي لطفي المراحي، هو معروف في دومينو. اليوم قداش دعمك اليوم سي لطفي؟ شفناه اليوم في السين مركز مع كل حركه. انت ريتو انا ما ريتوش يعني فدلكت عليه شويه وقت اللي طلعت للسين خاطر ساعات فوالا نحب نشتغل مع الناس اللي كيما في الموسيقى كيما غيرها، الناس اللي يتقاسموا معايا الحياه ويتقاسموا معايا نظره من الحياه، وساعات يكتب لي دي تكست معناتها انا نطلب منه الحقيقه انه يكتب لي دي تكست ونحب نلحنها. هما لينا الخطيب شفناها معك سيغ سين، كيفاش جاي العرض والا الفكره نتاع انكم تخدموا مع بعضكم؟ هي جات عامل تالي في جنيف طلبوا منا انه عملوا مهرجان كامل على دانتي أليغيري الشاعر الإيطالي، وطلبوا منا أنه نعملوا ترجمة للعربية للتكست نتاعهم، ولين صادفت أني سمعتها في مشاريع أخرى واستويت صوتها برشا، لأنه عندها الكاباسيتي، عندها سونسيبيليتي، اون غون سونسيبيليتي، اون تكنيك اللي تسمح لها نتغني برشا حاجات. فبالنسبة للملحن هذه حاجة هايلة خاطر تنجم تلحن لها برشا حاجات وتنجم ما تحصرش روحك يعني. فهذا كيفاش صارت الفكره. وقت اللي قدمت الحمامات السنه حبيت نجيب اغاني لتونس هذا، وحبيت نقدم اغاني، وحبيت نعاود اغاني كيما اغنيه محبوبي الفنانين الكبار عبد الحناشي والنصر صمود. اليوم كان يسمع فينا حمزه، اش نجم تقول؟ وانا نقول له توحشتك ساعه، قل له فينك شنو احوالك؟ و زاد تعرف نحن نجيو من عائلات تونسيه اللي الناس الكل فوق بعضها ديما، ساعات كل واحد كيشد ثنيته زاد يتقابلوا اكثر بمحبه اكثر، فكل شاك سيباراسيون بيرمي دوتر شوز. الجمهور حبك برشا، وفما اللي منهم قال اليوم اكتشفت ايمن وحبيته ياسر، كيفاش عمل الميلانج نتاع الشرقي والغربي؟ شنو تنجم تقول للجمهور اليوم؟ والله اول حاجه نقول لهم انا ميرسي اللي جيتوا، خاطر الناس جات وناس قعدت رغم انها مخر فريمون سي تري تار ويل فوزي شو. Et Ness ont osé la découverte, et ça je les remercie vraiment. Khater mach sahel anak tji ma ta3rfch el mashrou' ma ta3rfch chnou bach tesma, Ness tahab tji tesma li ta3rfo. Je les remercie pour cette découverte ça. Et نقول لهم مازال قدام، مازلنا باش نعاودوا نتقابلوا. لين اديب مرحبا بك اليوم في تونس، غنيت قدام جمهور الحمامات، غنيت اغنيه تونسيه، كيفاش اليوم كان انطباعك من الجمهور التونسي؟ أول شيء كتير كنت مبسوطة أني أكون هون بتونس، لأنه بعرفها شوي للبلد، بس هيك كنت سعيدة أني أكون فترة شوي أطول.
ومبسوطة أنه أمين مريحي اقترح علي هاي الغنية اللي كنت كتير جعبالي أني هيك أحفظها وشاركها مع الجمهور التونسي اللي كان بالفعل كتير متفاعل وحسيته مبسوط يعني وبشكره لأمين لهي التجربة. أنت نعرفك صيدلية ولكن زادت تغني عندك فرقة جاز، كيفاش اليوم متوافق ما بين العناصر هذه الكل؟ بظن أنا وأمين عنا هي الشغلة المشتركة لأنه هو طبيب وهلأ بظن أنه مع الوقت بتعملي هيك أكليب مثل ما أقول توازن بين العالمين وبيطلب كتير من التركيز وكتير من الوقت لأنه ما نو سهل يعني هلأ أنا بهي الفترة عاملة مثلا بوز مثلا كم شهر للصيدلة ورح أرجع يعني نحن محظوظين أنه بنقدر نلعب بهذا البروغرام اللي بحياتنا بس بظن أنه عن ما بيشبهوا بعض يعني العلم والموسيقى في بواب مشتركة نوعا ما بس مشكلة وقت ثم أنه المرأة العربية تدخل ميدان الفن الجاز هل كان صعيب هذا؟ بتخيل أنه الموسيقى اللي يمكن بقترحها هي معنا موسيقى كتير خلينا نقول سهلة السمع يعني نوعا ما فهذا شيء صعب مو بالضرورة لأني مرأة يعني هو اللي نوع الموسيقى اللي بعملها شوي خلينا نقول سبيسيال بس أكيد هو الموسيقى اللي معنا مو بالضرورة هو هذا الشيء طبعا غلط بس الموسيقى اللي ليس الهدف منها فقط أنه الواحد يحسن الجو أو العالم ترقص عليه يعني الموسيقى اللي فيها شوي هيك موسيقى ثقافية شوي معنا سهلة ونوعا ما المغنيات بالعالم العربي في عندهم هذا الاتجاه اللي ممكن يكون شوي سهل وأنا ما ماني ضده أبداً بس بظن إنه هذا الشيء ما أنا متوقع من يمكن من مرة خلينا نقول بس بظن إنه الوقت هيك عم يتغير والعالم عم تسمع أكثر وعم تقدر تتعود على نمط جديد وما تتوقع إنه المرأة هي فقط مغنية أو مؤدية وعندها مهمة واحدة لأن أنا مثلاً ألف موسيقى وبكتب ووزع فهي شغلة مهمة إنه مرأة بعالمنا ما تنحد بحالة معينة موسيقية أنه تقدر تفتح هذا المجال إلى اليوم أكثر كلمة سمعتها بالتونسي واللي تدخلها كيف؟ شو؟ أكثر كلمة سمعتها بالتونسي واللي تدخلها مرحبا فيك مرحبا بيك مرحبا بيك في تونس هيك بحس جعبالي أقول مرحبا بيك طول الوقت وبرشا أكيد وإيه زعمة زعمة ونتنجم هدول هيك علقوا بذهني يعني إيه. شكرا لكم يعيش الشعب التونسي